سعداء بلقائكم مشاهدينا في هذا العدد الجديد من برنامج إحسان، البرنامج الذي يطلع عليكم عبر قناة البلاد كل أسبوع، والذي ننقل من خلاله نداءات المرضى والمحتاجين الذين يطلبون منكم مد يد العون لهم لتخفيف معاناتهم. ابقوا معنا بعد الفاصل لتتابعوا قصص حالات حلقة اليوم. مشاهدينا الكرام، إذا مع أول حالة في حلقة اليوم هي حالة أم عيسى. وشاكي مدام؟ لاباس الحمد لله، وانت ياك مليحة؟ لا يعطيك صحة على الاستقبال في المنزل ديالك، يسلمك. أم عيسى عندك ظروف اجتماعية صعبة، قبل ما نحكيو عليها نحكيو على الحالة تاع عيسى. هو مريض، وش به؟ مريض عنده شلل نصفي. طبيبة قالت لي لازم له سبور، لازم له. وقتاش جاه شلل نصفي؟ كيفاش؟ مزاد هكذا من نهار اللي سمعت بابا بلي عنده سرطان المخ، الشوك هذاك اللي شلوا من يده. وعيسى عنده 6 سنوات وزوج تاعك توفى، ربي يرحمه. ايه خلاه في كرشي 4 شهور وتوفى. ايه ما صارت لك صدمه اثرت عليه؟ اثرت عليه، ايه باش تقيسني انا قاسته هو في يده ورجله، دوك ما يقدرش يجري، ما يقدرش يلعب كيما دراري، ما يقدرش، عنده اعاقه. واش قالوا لك الاطباء؟ لحد الان ما سعيتش، ما ظروفي ما سمحت ليش باش نشوف له اطباء باش نجوز له، باش ما قادر يبرى. الله اعلم، قالوا لي طبا، قالوا لي بالسبور بالرعايه والاخر ما درتلوش، من الظروف تاعي ما درتلوش، لازمني نكري له طوموبيل. انا مريضه من ظهري، ما قدرتش نرفدو، ما قدرتش، ما عنديش مدخول. ما راكي وحدك ثاني؟ انا وحدي، ربي هو معانا. بصح ماشي سهل، ماشي سهل. دوكا عيسى ويقرا او يقرا؟ دخلت تحضيري يعني في العادي في العقل ديالو، في الدراسة؟ في الدراسة، في العقل عنده شوية، الهضرة شوية ما ثقيل فيها، وشنو المخ تاعو نورمال يفهم الحمد لله. أم عيسى عندك يعني أنت أرملة وعندك قلتي لي 5 أبناء؟ 4 أبناء. نعم، الله يبارك، ربي يخليهم لك إن شاء الله. احكي لنا على الظروف الاجتماعية ديالك. والله نكذب على أختي، ما قدرتش، أنا منش خدامة، المدخول ما عنديش، وعندي ربعة الله يبارك، والسكنة اللي أنا ساكنينها ما ترحمش، ولادي كاميرون بالضيقة، هذا الصغير معوق. أنت راكي في منزل قصديري؟ قصديري، وما يرحمش، والفئة اللي أنا ساكنة معاهم ما ترحمش، واعرة بزاف، ما مرأة ملتزمة ما تقدرش تعيش في هذه الفئة. والله كنت نخدم خبز خمير ونبيع، كنت نروح نخدم هكذا عند النساء، دوكا ملي مرت من ظهري ما قدرتش. عندي لازم ندير عملية، والله قال لي طبيب ما لازمش تخدمي، ما لازمش تردي ثقيل، ما لازمش، عندي ليرني ديسكار حكم لي كامل ظهري. زعما قال لي كنت فورسي روحك تشلي، لازم لك عملية في أقرب وقت، وأنا خفت، ما هذا ما خفت على هذا، واش كي يخدموا لي. واش يعني واش خاصك يعني انتي والابناء ديالك؟ ظروفي انا واش خاصني بيت نستر فيه ولادي، حبيت نستقر، حبيت لعله العمر هذا في يد ربي، لعله غدوه نروح خليهم مضمونين ضامن ربي. بصح حبيت سكنه، حبيت دار تتلم لي ولادي، 4 حيوط نغلق بابي، لا اله الا محمد رسول الله. انا ولادي عم بالضيقه، عم بالضيقه في زوج الطوبات، حاشاك، ما معاناة معاناة. كيفاش إحساسك يعني في ظل هالظروف اللي كتعشف؟ والله إحساسي عييت، عييت كي نشوفه هكذا كيطيح، نشوفه يتشهى هكذا يلعب مع دراري، نشوفه نتأثر، ما نحملش، هكي تعرف في قلب الأم. أم عيسى، وجهي نداء المتابعي برنامج إحسان وقناة البلاد، وش تقول؟
واش نقول لهم؟ نقول للسلطات، نقول للناس الخير، نقول يعاونوني يعاونوني بالشي اللي يقدروا. ياك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انا وكفيل اليتيم في الجنه، ان شاء الله اللي يقدر يعاونني ويعاون عيسى جزاه الجنه ان شاء الله. وراني وليا ام ايتام يعاونوني لو كان بالدعاء لو كان بالشي اللي يقدروا، وربي يجازيهم ان شاء الله وربي ينزلهم الجنه ان شاء الله. هذا واش ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا كما كنتوا تتابعوا معنا حاله ام عيسى، هي ارمله وام لاربع ابناء، معاناتها صعبه جدا، ويعني اللي ما راهوش عايش معاها ما يقدرش يحس بوش راهي رافده، يعني ثقل كبير راهي في دور الاب والام في نفس الوقت، تحتاج مساعده. عندها وليدها عيسى مريض عنده شلل نصفي، يحتاج الى علاج، يحتاج الى ادويه، يحتاج الى متابعه صحية. إن شاء الله نداء أم عيسى يلحق لكم متابعينا أهل الخير وأهل الإحسان، كل جميع واحد عنده رحمة في قلبه إن شاء الله يعاون أم عيسى. يقدر يتقدروا تواصلوا معها على رقم ظاهر أسفل الشاشة، أو تتصلوا ببرنامج إحسان على أرقام البرنامج، وربي يجازيكم إن شاء الله. مشاهدينا إذا ما زلنا نواصلوا في برنامج إحسان. الحالة الثانية هي حالة محمد، معنا والد محمد، واش راك؟ لاباس الحمد لله، الحمد لله لكم. الحمد لله. يعني محمد عنده مرض ضمور العضلات، هكذا احكي لنا على المرض هذا كيفاش جا. مو كان عادي، كان يمشي، كان صغير كان يمشي مع أصحابه ويجري. زاد عادي؟ زاد عادي نورمال، كيلعق في عمر 10 سنين 8 سنين. ديت في قبلي حال سي باس يمشي ويطيح ديسون، ديت وجيت به قالوا لي شريطه، ولي يمشي مسكين شريطه من تما. جريت كنت جيت سبيطارات مايو، ما خليت حتى سبيطار هنا في الجزائر. انا جريت به ما كاش علاج، يديه صباح يقول لك جيبوا العشاء جيبوا غدوه، ومن بعد على سمانه كيما تديه كيما ما يديروا له والو، ما كاش ما عطاو له دواء ما عطاو له حتى حاجه. وقعت في الدار، وقعد يكونيكتي هو اللي كان يحوس على المرضي تاعو حتى انا. يعني لقيته مستشفى في تركيا، وتكلفة العلاج شويه يعني غاليه، 350 مليون سنتيم، ما تقدرش انت يا علي. الله غالب اختي ما نقدرش، انا الشهر خدام اسعافي خدام، تسمى دوك انا ما نقدرش نبعث ويداوي ولا نخلص الكرا تاع الدار ولا نسكلب بهم. هو ثاني حاجه اللي يقول لي ديرها لي نديرها له، ما نقدرش نمنحي له حاجه ولا حاجه اللي ديموندي نديرها له، عمره ما ديموندي حاجه ما درتها له، واش نقدر انايا؟ وهذه هي. واش تتمنى المحمد؟ نتمنى المحسنين ان شاء الله، يعني اللي يحب يعاون في سبيل الله يعني لوجه ربي العالمين، ويخدم للاخره تاعو ماشي يعاوننا باش يعني نشوفوا الطفل هذا، حبيت نشوفه لو كان يمشي بالمطارق ماشي غير يوقف برك يعني. يشوف داري يلعبوا هكذا منا ما يبينليش، بصح نحس بها انايا، نعرف بلي حب حتى نشوف حتى وليت خوتو ما نعرفش نقول لهم ديروا سبور، عندي ثلاث دراري. اذا كما راكم تتابعوا مشاهدينا، الحاله تاع محمد اللي يحتاج الى 350 مليون سنتيم باش يسافر لتركيا من اجل العلاج، وباش يتمكن ثاني من السير يعني ومن متابعه حياته الطبيعيه. محمد واش راك؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. كنت نتحدث مع الاب ديالك، قال لي انه انت اللي جريت وانت اللي حبست فهم المرض تاعك، وكيفاش كان الاتصال مع مستشفى في تركيا؟ انا كل مره نروح لهنا في البيطار نروح لهنا، نقول لك ما كان والو ما كان والو، انا ما كانش ندير فارق شغل، ما
ندخل نشوف لوبيطان نشوف نقرا على المرض تاعي واش دير واش كاين واش ما كاش. حتى جا نهار وطحت في لوبيطان تاع الترك هذا، اتصلت بهم هكدا وهدرت معهم وبعت لهم دوسي ميديكال، عطوني قالوا لي كاين علاج لازم لك عمليه في اقرب وقت. محمد، من نهار كان في عمرك 10 سنوات يعني توقفت عن الحركة ولا عن المشي، كيفاش أثر هذا المرض؟ أحب تقدري تقولي بلي على 10 سنين حبست حياتي. أنا شغل 10 سنين ما شت والو في حياتي، ما قدرت نمشي، ما كملت قرايتي، ما ندي كنت ندير سبور، أنا ما كملت ندير سبور ما والو. شغل المرض هذا شغل حبس لي كلش، شغل حبس لي حياتي 10 سنين هي حبس. كيفاش تعيش يعني حياتك اليومية؟ الدار بين أربع حيوت بين ربع حيوت ريت شغل ما كاش وش دير بين من داك يدخل لك تخمم في راسك شغل نولي ما نعرفش كاع كيفاش نخمم. وش هاك تتمنى الان محمد؟ نتمنى نولي كيما كنت، نكمل حياتي كيما كاع الناس بياسر وان شاء الله نلقى لي يعاونني باش قدر بياسر اللي ما قدرش بدعاوي ذلك، ان شاء الله نلقى لي يعاونني امون ندير العمليه دين تقوم ظهري وان شاء الله فيها خير ان شاء الله. اذا مشاهدينا كما كنتوا تتابعوا معنا الحاله تاع محمد اللي يحتاج الى عمليه جراحيه قيمتها 350 مليون سنتيم باحدى مستشفيات تركيا. محمد منذ ان كان في عمره 10 سنوات توقف تماما عن السير، عنده مرض ضمور العضلات، يعني يحتاج الى اجراء هذه العمليه والى يعني اعاده تاهيل الحركي باش يتمكن من السير ان شاء الله. الكل اللي يرغب يعني في مساعدة محمد يمكنه الاتصال على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، إن شاء الله تتواصلوا معاه وإن شاء الله تدعموه. يعني محمد الحياة تاعه كما كان يحكي توقفت تماما منذ أن كان في عمره 10 سنوات، ما زالوا شاب صغير الله يبارك، إن شاء الله يقدر يكمل حياته ويحقق الأمنية تاعه. مشاهدينا تواصلوا معاه أو تواصلوا مع برنامج إحسان على أرقامنا الظاهرة أمامكم أو على صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي، بجزيكم. مشاهدينا نواصلوا مع برنامج إحسان ومع آخر حالة في حلقة اليوم، جاتنا من ولاية عين تيموشنت، هي أم عبد الوهاب. وش راكي مدام لاباس؟ الحمد لله لاباس. الحمد لله. نحكي وعندك يعني ولدك عبد الوهاب عنده قلتي لي ميكروب في العظام، وقتاش جا هذا المرض؟ هي في 2008 طاح ولدي، درت له البلاطخ، دخلتها بعد اموا دخلتها المستشفى، درت لها العمليه الاولى من البلوكي، خرجوا له البروش اللي ده درت من بالط وخرجوا له بوليطات هكذا ودارت لي ده من عاود درت له دير انفيكسيون في العظم، هذاك الانفيكسيون قعدت تاكل في العظم. درت له العملية الزوجة عندهم، عاود درت له العملية الثالثة، ما نجحت لهش قال العمليات، قالت لي ده غير الدور زيد الدور، كانوا باقيت له ثلاثة، قال لي ماذا ما قدروش نديرو له لا غالب زعما عادي نفيكسو له ليده من بعد نقطعوها له. كيفاش يعني كيفاش حسيتي كي قالوا لك بهذاك؟ حسيت نقول لك حاجة، حسيت عادي نموت في ديك الدقيقة، قص كبدة وكبدة سيادي ويقطعوا لها اليد وقدامي، وكاع ما قديتش نتقبل هذا الواقع تاع ولدي. كيما هكا قلت له يديتها لفرنسا لا يمولها الغاشي وكاع
وديتها لفرنسا كي داروا لها الراديو قال لي لا ما تنقطعش عمليا كاين دواء هنايا الحمد لله الحمد لله. شنو هو الحل يعني في فرنسا؟ عادي يزرعوا له النخاع شوكي. يعني شحال هما طلبوا لك مبلغ العملية؟ طلبوا لي 1,800,000 غالب. انا راجلي متقاعد وخمسه تاع الباز وعندي زوج ولاد هني مرضى ياكلوا الدرا. يعني الظروف الاجتماعيه تاعك صعيبه؟ صعيبه بزاف بزاف بزاف. شاد يقول لك بزاف اختي بزاف. وهو راه غير حالته راه من راه غير تسوء دائما الاسوء دائما الاسوء. الطبيب تاعه قال لك يليق تجيبوه لنا باه نكملوا له العلاج في اسرع وقت. اسرع وقت قال لك. يعني عبد الوهاب قلتي لي بلي تلميذ يعني مجتهد يعني قرا مليح والحمد لله ما حتى اللغات يحب يتعلم لغات ومليح في الدراسه تاعو. عبد الوهاب ماشي كيما كاع التلاميذ. عبد الوهاب يبغى يقرا بزاف يحب الدراسه تاعه بزاف. اثر المرض على الدراسه نفسيا اثر عليه. عايش في عالم وحده كي يجي يطفي الضو يدخل للدار ويقعد وحده ما يبغي حتى واحد يهضر معاه ما يهضرش مع الغاشي كما راك تشوفي فيه. صابر صابر وامنيتي راه يدخل ولدي اشبه الامه هذه راه غادي تطيبي ولدي مين اللي ده مسكينه كوميدي. يعني عنده طموح وحب كبير عنده عنده طموحات كبيره اختي. الكراي دروني في الشتاء في البرد ما بقاش نرفد بيها وما بقاش نكتب بيها وما ندير بيها والو. عاونوني في وجه ربي محسنين يعاونوني. انا باغي ندير العمليه وندخل في اشبال الامه والرياح نبره. ان شاء الله ربي يشافيه ام عبد الوهاب وجهي نداء المحسنين الناس اللي تحب تساهم وتساعدك باش تجمعي مبلغ العمليه ان شاء الله وباش ديري العمليه لوليدك. واش تقولي لهم؟ يوم القيامه يحل عليكم باب الجنه. هذا التبرع ضايع اللي داير الطير وكما يديش في اقرب وقت العمليه تاعه. اللي وجه الله اللي وجه الله اللي وجه الله اللي عندهش مبلغ في سبيل الله في سبيل الله مش في سبيل العبد في سبيل الله يوم القيامه يصيبها قدامه. وهذا اللي يا ربي تتعاود ويوم القيامه تحل لكم باب الجنه. هذا ما نقول لكم ان شاء الله ندائك يلحق المشاهدين متابعي برنامج احسان. اذا كما كنتوا تتابعوا معنا هذه هي الحاله تاع عبد الوهاب اللي جانا من ولايه عين تيموشنت واللي عنده ميكروب في العظام يحتاج الى عمليه جراحيه مستعجله بفرنسا. قيمه العمليه 1,800,000 سنتيم. ان شاء الله تتفاعلوا مع الحاله وان شاء الله تمدوا يد العون لعبد الوهاب اللي عنده طموح كبير في الدراسه وفي النجاح ان شاء الله ويكون عنده مستقبل زاهر باذن الله. تواصلوا مع ام عبد الوهاب على رقم اللي يظهر امامكم او اتصلوا ببرنامج احسان. ان شاء الله تفاعلوا مع الحاله وما جزاء الاحسان الى الاحسان. كانت هذه اخر حاله في حلقه اليوم. نضربكم موعد الاسبوع القادم ان شاء الله. تواصلوا معنا على ارقام برنامج احسان اللي يظهر امامكم او عن طريق صفحه البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي. دائما بقوا اوفياء للاحسان وللخير وربي يجازيكم ان شاء الله. السلام عليكم.